دي أروفا أند انطلق الشوط الرابع على كاز فيفا من مسافة الميل 1600 متر للأفرس والمهرات فقط بانطلاقة تجمع عشر من الجياد بانطلاقة لفايسن بلانش هي التي تتصدر سباق بينما تغيرت الأمور الآن لمصلحة آيكونيك إذا آيكونيك هي التي تتصدر سباق بينما يلحق تلحق به ثانيا لفايسن بلانش فيكوي الآن تتقدم إلى المركز الثاني بين يتراجع ايضا لفايسن بلانج للمركز الثالث اذا ايكونيك هي التي تتصدر سباقها هي هي الجياد الان تمر من مسافه ال1000 متر ايكونيك لا زالت هي التي تتمسك بالصداره اما المركز الثاني ففي كوي في المركز الثاني والفايسن بلانج في المركز الثالث دريم ابروفل في المركز الرابع وصحرة في المركز الخامس ايضا في المركز السادس والمركز الثامن هنالك لفايسن بلانج هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهايه ولا زالت ايكونيك هي التي تتصدر السباق من نسل كودياك المركز الثاني انطلقت في كوي مع الفارس سليم غلام والمركز الثالث المرشح الثاني ازمير مع الفارس بريدو اذا ايكونيك لا زالت هي التي تتصدر السباق مع الفارس بريدو ان مع الفارس اندرو عفوا إنما بريدو القادم مع ازمير بقوه اذا ايكونيك لا زالت هي التي تتصدر السباق والقادمه ايضا ازمير اذا ازمير و في دخول ثنائي على خط النهايه يبدو لي ان ازمير هي من انتزعت وخطفت الشوط الرابع لكن رح نترك نتيجه هذا الشوط الى فني الفوتو فينيش وحكم السباق